يلتقي منتخب مصر الأولمبي غدا مع المنتخب الأرجنتيني في المباراة الثانية للمجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو في تمام 9:30 بتوقيت القاهرة. هل يستطيع أبناء شوقي غريب إقناع الجماهير المصرية بأداء جيد ونتيجة إيجابية؟ أم تستمر الخطة الدفاعية والخروج بأقل الخسائر؟ المنتخب الأرجنتيني لا بديل له عن الفوز بعد خسارته من المنتخب الأسترالي بـ2، والمنتخب المصري قد يلعب على التعادل وإحراز نتيجة إيجابية في آخر الجولات أمام أستراليا. يعتمد شوقي غريب في تشكيلته على خبرة الشناوي وحجازي والونش ورجولة أكرم توفيق وأسامة جلال، فهل يستطيع أبناء الفراعنة العبور غدا وتحقيق نتيجة إيجابية؟ كل هذا ما نتعرف عليه بعد انتهاء المباراة. أمنياتنا بالتوفيق للمنتخب المصري. أحمد الشباسي، باصي للشباسي.